نحن التطوع والتطوع دربنا للخير تأخذنا له الأشواق. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الكرام، متابعي قناة ملتقى الدارين، أهلا أحبائي الكرام، أهلا ومرحبا بكم كل من يشارك معي اليوم، أسعد به وأرحب به، كل واحد باسمه يعني. ابتداء فريق الدعم الفني، أشكره شكرا جزيلا على هذه المبادرة وهذا الانتظام. حلقة يعني من حلقات سلسلة طويلة بدأت ونحن نتحدث عن المعلم الذي نرجوه، المعلم المميز، المعلم المتميز، المعلم الواعي، المعلم الذي به تبنى الأمم، المعلم الذي يمتلك قدرة على التفكير، يمتلك ثقة بنفسه وثقة في الله سبحانه وتعالى، المعلم الذي يعتبر عمله رسالة ولا يعتبر عمله فقط مجرد مهنة يأكل ويشرب ويعيش بها، وإنما هي مهنة الأنبياء، كاد المعلم أن يكون رسولا. أحبائي الكرام، في الحلقة السابقة وفي اللقاء السابق كان لقائي بكم عمدا، أنا اخترت الميثاق الأخلاقي لأعضاء هيئة التدريس، الميثاق الأخلاقي للمعلم، وهي حلقة مهمة. أتمنى من الإخوة في الدعم أن يعرضوا الرابط الخاص بها إن كان موجود، أو الرابط الخاص بالسلسلة، سلسلة نحو التميز للمعلم. اليوم أحبائي الكرام، وأنا مع قضايا ومشكلات كثيرة جدا سمعت عنها وتحدثت مع البعض بشأنها، كان لابد وأن نعرض لها اليوم. سألني البعض لماذا لا تمارسوا دوركم كعاملين بالشأن التربوي في إيضاح الرسالة وتوضيحها فيما يخص المدرسة، وهل المعلم يعمل لوحده أم أنه جزء من منظومة وجزء من مؤسسة وجزء من كيان مادي فيزيقي إداري؟ وبالتالي عندما نتحدث عن المعلم نتحدث عن المدرسة، نتحدث عن البيئة، نتحدث عن الجامعة، ترى ماذا نريد من المعلم داخل المدرسة؟ وهناك اصطلاح ومصطلح عام ساد لسنوات طويلة عنوانه المدرسة الفعالة. ماذا نريد من المدرسة الفعالة؟ لماذا باتت المدرسة في واقعنا وفي حياتنا التي نحياها في عالمنا في مصر خصوصا وفي العالم العربي بشكل خاص بيئة قارضة وليست بيئة جاذبة؟ عندما نتحدث عن المعلم في الحلقات في السلسلة الأولى أحباء الكرام، كنا نتحدث عن سمات المعلم الشخصية، ماذا نريد من هذا المعلم، ماذا نريد من كيان نربيه ونعلمه ثم يتخرج لكي يؤثر في أبناء الأمة. أنا الآن وأنا أحدثكم بتكلم معاكم، بيعز علي جدا أنني أسترسل في الحوار والحديث دون أن أستمع إليكم، لأن هذه طريقة إلقائية وهذه الطريقة أنا لا أحبها، وإنما أحب الحوار والنقاش، أحب الحوار المقروء الذي أستمع إليه وأقرأه من خلال استجاباتكم. ولهذا عندما تتعدد وتتنوع الشخصيات الموجودة معي وتتعدد البلدان معنا من مصر، معنا من دول الخليج، معنا من السودان، معنا من بلاد المغرب، معنا أحيانا بعض الإخوة المتواجدين في العالم الغربي ويقيمون ويتعرفوا على الوضع العام التعليمي والتربوي في هذه المؤسسات.
لهذا أحبائي الكرام، ومع بداية الحوار أرحب بحضراتكم مجددا، أهلا بكم. ولا أريد أن أقرأ الأسامي، فالوقت طويل للنقاش والحوار، ولكن أهلا وسهلا بالفريق الموجود معي. أهلا يا منى، أهلا وسهلا بك، أهلا أستاذ حاتم، أهلا أستاذة منى، أهلا أستاذة ندى في الدعم، أهلا وسهلا بالحبيب عبد المجيد، أهلا بالأخ أحمد، أهلا بروني وبقية فريق العمل المتواجد معنا. أرحب بكم أحبائي الكرام، أستاذ ممدوح أرحب بكم مجددا أيها الأحباء الكرام. اليوم ونحن في هذا المشهد المهم إن إحنا نركز مع بعض ونرى مرض موجود في هذه الأمة وموجود في مجتمعنا الآن يحتاج منا إلى وقفة، وأنا أسجل هذه الوقفة الآن براءة وتسجيلا لواقع، وربنا يحفظك يا رب وبارك فيك. أريد أن أقول بشكل واضح جدا، عندما أتحدث عن المدرسة الفعالة، عن الجامعة الفعالة، فأنا أتحدث عن واقع أحتاج من حضراتكم أن احنا نشارك فيه. قلت وبالله التوفيق وبعد الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هدفنا اليوم أحبائي الكرام من هذا اللقاء أن نعرض موقع المعلم المتميز من المدرسة الفعالة، موقع الإدارة المتميزة من المدرسة الفعالة، موقع التلميذ المتميز من المدرسة الفعالة، موقع المبنى من المدرسة الفعالة، موقع ما نسميه في علم التربية أو نواتج التعلم. ماذا نريد؟ يا ترى المدرسة دي بتخرج إيه؟ بيدخلها بني آدم يمتلك من الحس ومن العقل ومن المهارة ليخرج أفضل، أم أنه يدخل نموذج جميل راقي ويخرج إنسان سلبي، إنسان غير قادر على مسيرة الحياة، إنسان غير قادر على أن يتخذ القرار، إنسان غير قادر على أن تتشكل شخصيته بشكل. وارد أن تكون المدرسة معول هدم، ووارد أن تكون المدرسة أداة بناء، صح ولا لا؟ تتفقين على هذا؟ إذن المدرسة كبيئة حاضنة، بيئة نفسية، بيئة مادية، بيئة إدارية، جو عام يخليك في حالة من حالات إما القبول وإما الرفض. وهنا دائما وأبدا تحضرني مدرستي التي كنا نسميها المدرسة البعيدة، لأنها كانت بعيدة عن القرية، فكنا نذهب إليها في الصباح، ونسمات الصباح في الشتاء مع البرد تداعب وجناتنا وتداعب وجوهنا، ومع الصباح الخريف أيضا هواء الخريف كان يداعب وجوه هذا الطفل الذي يذهب إلى المدرسة وهو في حالة سعادة وحالة انسجام. لماذا؟ لأنه عندما ندخل إلى هذه المدرسة كنا نرى الحديقة في استقبالنا، ثم عندما ندخل إلى الملعب نرى مساحة شاسعة جدا تتسع للمجموع العام لهذه الأجساد، أجساد الأطفال، لكي نقف ونلعب ونمرح. ثم نرى حديقة خارج سور المدرسة من بعيد تحيطها الأشجار من كل مكان، وسور عالي مرتفع، نرى ساحة وقاعة التربية الفنية وقاعة التربية الموسيقية، مدرسة في شكل حرف L شكلها جميل، مدرسة بها من المعلمين ما منهم ما هو حازم ومنهم ما هو منبسط الوجه ومنهم ما هو محب ويحب طلابه وأطفاله، منهم ما هو قاسي أحيانا، ولكن النموذج لا يمكن أن تجمع الجميع في سياق واحد. ولكن عندما أسألك ما الذي بقي في ذكرى وجدانك وأنت طفل في المدرسة الابتدائية أو في الحضانة، هتشكي لي بعض النماذج الإيجابية وتشكي لي بعض النماذج السلبية. أنا أحكي عن نفسي الآن صلاح أبي السميع، أحكي عن هذا الطفل الذي يذهب مع الأطفال لينتظر حصة التربية الرياضية ليلعب ويمرح، ينتظر حصة التربية الزراعية ليذهب ويتعرف على الزراعات وعلى الورود وعلى الأشجار وعلى ما شابه، ونحن أصلا في بيئة ريف، يذهب إلى محيط المكان والزمان ليرى معلم يعطف ومعلم يحب ويرى بيئة شكلها جميل ومدرسة
يعني ذات شكل محترم لأدمية البشر وأدمية الناس اللي بيعيشوا فيه. أيضا هذا النموذج الذي نتحدث عنه، نموذج المدرسة الفعالة أحبائي الكرام، نموذج مهم جدا إن إحنا نعيه ونفهمه ونتعرف عليه. نموذج يخلينا نبدأ ابتداء ونسأل نفسنا سؤال، يا ترى بالنسبة للأخ أنس، أهلا وسهلا بك، ماذا تعني لك كلمة مدرسة فعالة؟ ماذا تعني لك كلمة مدرسة فعالة؟ وماذا تعني لكم لأحمد ومنا وممدوح والفريق وحاتم؟ ماذا تعني المدرسة الفعالة بالنسبة لكم؟ ونحن نتحدث الآن في واقع مجتمعي وأسقط على الواقع المصري عن غياب شبه نسبي للمدرسة. غياب شبه نسبي للمدرسة، ماذا تعني المدرسة الفعالة؟ تساوي إيه؟ تفضل يا أستاذ أنس، تفضلوا اكتبوا ماذا تعني المدرسة الفعالة بالنسبة لكم، قبل أن نذهب إلى التعريف ثم نذهب إلى الخصائص ونذهب إلى الواقع ثم نرى ما الدور الذي يجب أن تكون موجودة به. منه مدرسة فعالة أن يكون بها الأدوات والمهارات التي تنمي مهاراتي وسلوكي وأيضا أخلاقي وما إلى ذلك. شكرا يا منى. أنس، ماذا تعني المدرسة الفعالة بالنسبة لك؟ حاتم، شكرا يا منى، بارك الله فيك. أحمد، أعني المشاركة الإيجابية من الطلاب قبل المعلمين. الله عليك يا أحمد، بارك الله فيك، جميل. المشاركة الإيجابية من الطلاب قبل المعلم، جميل، كما تشاركوا أنتم معي الآن في هذه الأكاديمية الفعالة. من يضيف أيضا للمفهوم من وجهة نظره؟ أنس، أنا أسأل، أنت متخصص في التعليم أم أنك مشارك؟ تفضل، أنا عايز استجابة وسألت سؤال سين جيم والإجابة اختيارية. ماذا تعني المدرسة؟ كلمة، مصطلح، مفهوم المدرسة الفعالة. خلاص، كفاية كده استجابات. منا قالت أن يكون بها الأدوات والمهارات التي تنمي مهاراتي وسلوكياتي وأخلاقياتي وما إلى ذلك. أحمد قال تعني المشاركة الإيجابية من الطلاب قبل المعلمين. حاتم قال هي البيت الثاني في التربية. جميل. أحبائي الكرام، هي المدرسة الفعالة هي المدرسة القادرة على تحقيق الرؤية المستقبلية للتعليم في ضوء معايير الجودة الشاملة. هي المدرسة التي تنجح في تحقيق الرؤية المستقبلية للتعليم. اللي هي إيه بقى يا منى؟ اللي هي تنمية المعارف والمهارات والاتجاهات ناحية المنظومة التعليمية وناحية الحياة وامتلاك المهارات الحياتية. أيضا الجودة الشاملة، التميز الكامل في الأداء. أهلا وسهلا. الجودة الشاملة، التميز في الأداء، التميز في الأداء المعرفي والمهاري والوجداني من قبل المتعلم أي ناتج التعلم. ولهذا يقال عنها دائما توتال مانجمنت، اللي هي الجودة الشاملة. الجودة الشاملة أي الجودة في مناحي الحياة، الجودة في مناحي في المنتج. لما نقول الجودة الشاملة في الصناعة يبقى تخص بها صناعة معينة، يعني تميزها بنواحي معينة. الجودة الشاملة في التعليم تعني امتلاك المعارف والمهارات والوجدانيات التي تؤهله للتعامل مع الحياة. ها؟ ولهذا ما بنقول توتال مانجمنت، الجودة الشاملة. فالرؤية المستقبلية، لدي رؤية، المدرسة دي هتخرج ليها كام واحد؟ الناس دي اللي هتخرج بيها تلتحق بتعليم فني ولا تعليم عام؟ طيب، امتلكوا مهارات القراءة والكتابة، وامتلكوا مهارات الحساب واللغة، الناس دي بقى أصبحت مهيئة للتعليم ولديها رغبة، ولا خارجين مكتئبين ومتسربين وقرفانين وزعلانين ومع أول يوم من المدرسة بيرمي الشنطة والحقيبة بتاعته ويقول ما عدتش رايح المدرسة؟ مش بيقولوا كده الأطفال؟ ليه؟ لأنه لم يجد البيئة التي تحتوي. ولهذا أنا هطلب منكم إن أنتم تزوروا اليوتيوب إن شاء الله وتروحوا لحلقة وسلسلة خواطر للمبدع أحمد الشقيري فيما بعد، ثم تختاروا المدرسة كنموذج
إيجابي في المجتمع الياباني. وشوفوا الأطفال بتعمل إيه في المدرسة، الأطفال بتنظف الفصل، الأطفال بتشارك مع المعلمة، الأطفال بيبدعوا داخل الصف، الأطفال بيتناولوا طعامهم مع بعض بشكل جماعي أحيانا، الأطفال يتم استقبالهم خارج المدرسة من قبل المدير بتاع المدرسة وبيحييهم كل يوم. ها؟ فهنروح لحاتم لما سأل سؤاله المهم، ما المبادئ الواجبة على إدارة المدرسة؟ هذا سؤال مهم. خلونا بس الأول يا حاتم نتفق على هذا التعريف، موافقين عليه ولا لا؟ ما هو المدرسة فعالة، أي مدرسة تحقق رؤية مستقبلية في ضوء معايير الجودة، أي في ضوء ضوابط معينة نحققها. تعالوا بقى نشوف التعريف الإجرائي الجميل قوي ده. تعريف سهل جدا وبسيط. مدرسة تعلم الطلاب، تعلم صلاح وحاتم ومنا وبقية الفريق اللي معانا مع مهارات ومعارف أساسية، وتكسبنا اتجاهات إيجابية، ها، متعلقة بالمواطنة، متعلقة بالانتماء للوطن وحب الوطن، انتماء للأمة، الانتماء إلى الدين، الانتماء إلى الهوية، وتتعامل معنا دون تمييز. ركزوا فيها دي قوي، تتعامل معنا دون تمييز، وتكفل لنا فرص تعليمية متميزة ومتكافئة، وتنطلق من أن جميع الطلاب أو التلاميذ يمكنهم أن يتعلموا كل ما يقدم لهم ويصلوا إلى درجة من الإتقان والتميز. شوف بقى هنا مفهوم الجودة الشاملة، الإتقان والتميز، يعني تطلع منتج محترم يسوق بره وحسب المستوى بتاعه إلى المستوى الذي يريده. أنا عايزه يبقى كذا، يبقى فعلا بعد 3 سنين أو 4 سنين يبقى ممتلك هذه المهارة، مش يوصل لسادس ابتدائي وأولى إعدادي وثالثة إعدادي وما عرفش يقرأ ويكتب. هنا مفيش جودة شاملة، هنا فضيحة شاملة، هنا نكبة شاملة، هنا كارثة شاملة. هنا مشكلة كبيرة جدا، ويلقى بالعبء على المعلم وعلى الإدارة، وانتوا ليه عملتوا كده؟ الإدارة ترمي على الآخرين، تفضل تقبل الله منا ومنكم. إذن تعريف أحبائي المدرسة الشاملة، المدرسة الفعالة، هي التي تعلم الطلاب المهارات المعارف الأساسية، وتكسبهم الاتجاهات والأخلاقيات والقيم المتعلقة بالمواطنة، وتتعامل معهم دون تمييز، أي أنه بتوفر العدالة يعني، وبتكفل للجميع فرص التعليم، إذا أنها تراعي الفروق الفردية وتراعي العدالة وتجعل مساحة من الإتقان والتميز متوفرة لدى الجميع. متفقين على هذا المفهوم ولا لا؟ حد محتاج أي توضيح في هذا لهذا المفهوم؟ طيب، هي مدرسة أحبائي أيضا تكفل لجميع العاملين بها فرص المشاركة والعمل الفريقي المثمر، كما تكفل فرص المشاركة المجتمعية الفعالة للمجتمع المحلي المحيط بها. يعني مدرسة تنادي على الناس، وما تنادي على الناس، الناس تيجي تشارك، مش تيجي عشان تشوفوا خيبة ابنهم بس، او يشوف ان ابنه عمل مشكله فلازم يجي يدفع ثمن ما احدثه من تلفيات. وانما احبائي الكرام، هي مدرسه تهدف في كل انشطتها الى تحقيق مبدا التعلم للتميز. والتميز لمين؟ ها؟ تميز لمين؟ للجميع. تميز لمين يا اميره؟ للجميع. تعلم للتميز والتميز للجميع. ما ينفعش ادخل المدرسه دي الاقيها بلا نشاط، يبقى مدرسة غير فعالة. ما ينفعش ادخل المدرسة دي الاقي الانا فيها هو اللي موجود، انا استاذ، انا استاذ، ومفيش عمل فريق، مفيش عمل تعاوني، مفيش اعمال جماعية. ما ينفعش ادخل المدرسة فلاقيها قافلة اسوارها ومنع اولياء الامور يجوا يزوروا ابنائهم، او منع اولياء الامور انهم يشاركوا في فعالياتها. ولي امر مهني، سباك، حداد، نجار، كهربائي، يستطيع أن يساهم ويشارك ويستطيع أن يعطي محاضرات في مجال تخصصه. ولي أمر أستاذ جامعة يدخل ويشارك ويحاضر. ولي أمر طبيب يعطي محاضرات في التربية الصحية وفي الوعي الصحي. ولي أمر مهندس زراعي يعطي دورات في هذا الأمر. ولي أمر في المجال الشرطي يعطي نصائح في المجال في المرور وما شابه ذلك. هنا تنسجم المشاركة المجتمعية.
رجال أعمال يساهموا ويشاركوا في نهضة هذه المدرسة. ها، مش أنا مالي، أنا ماليش دعوة، ده كلام فاضي ما ينفعش. فإذا أنتم مركزين معانا طبعا، معلم متفاعل بيته الثاني يعني، تكفل للجميع العمل بها بشكل واضح. وأنا أظن أنه كان لي بعض الحلقات حول التعليم، التميز في التعليم، وحول المدرسة الفعالة كحلقة موجودة على اليوتيوب، ممكن تبحثوا عنها، تميز التعليم دكتور صلاح السميع، أو المدرسة الفعالة دكتور صلاح السميع. أظن أن هناك حلقة كاملة عرضت فيها لبعض المدارس الفعالة بحق وحقيق بجد يعني، وأخذنا كم نموذج لمدارس بسيطة جدا، ونموذج لمدارس دولية بها من الصفات والسمات التي أهلتها لكي تكون كذا. أيضا هنا أسأل سؤال بتاعي لأليكم، لأميرة والحاتم، حاتم بيصلي ربنا يتقبل ممدوح ومنة، ما خصائص المدرسة الفعالة في ضوء تعريف اللي عرفناه الآن؟ أنا منتظر الإجابات. إحنا قلنا مدرسة المتعلم فيها له قيمته، له كيانه، يمتلك معارف ومهارات واتجاهات إيجابية، متفاعل متناغم، يعمل في عمل تعاوني، مشارك فاعل متميز. بسمة، شكرا يا بسمة، أن كل الناس تستفيد وتفيد غيرها بس بجو مرح متعاون، رائع يا بسمة، بارك الله فيك، جميل. منا، أن يكون بها حجرات متخصصة لتنمية المهارات ومكاتب استشارية إخصائية للوالدين والأبناء وغير ذلك، جميل. عجبني قوي التوصيف بتاعك، اجرائي، حلو حلو، انا ده اللي انا عايزه، مش عايزين فلسفه، مش عايزين نتفلسف يعني، انما ناس بتفيد وتستفيد، تجمع بين الجانب العلمي والتربوي للدارسين، ممدوح، جميل، الجانب العلمي والتربوي. مين معانا تاني يشارك؟ انا مبسوط جدا من الاستجابات بتاعتكم دي قوي بجد يعني، استوجب مني ان احييكم. ايوه طبعا، امال ايه؟ واحد، الله، بيئة طبعا، بيئة مدرسية آمنة. الأمن هنا أمن نفسي وأمن فيزيقي، صح ولا ايه؟ أمن نفسي وأمن فيزيقي. مناخ اجتماعي جيد، يعني العلاقة بين المعلمين وبعضهم البعض علاقة إيجابية، مش تنافر، مش زعلانين من بعض، مش مخاصمين بعض عشان العيال بتاخد دروس عند حد تاني، ودروس خصوصية مسببة الناس بتقطع بعض يعني، ما ينفعش الكلام ده، كلام ما ينفعش. أو المدرس يقول للطلبة أنتوا جايين ليه؟ مش أنتوا تالتة إعدادي؟ ارجعوا اقعدوا في بيوتكم عند أهاليكم. أو في تالتة ثانوي من البداية كله في الويك اند، في الاجازه يعني، الويك اند عندهم طول السنه، فده برضه ما ينفعش. فاذا مناخ اجتماعي جيد مدرسي بين الاداره وبين بعضها البعض، بين الاداره والمعلمين، بين المعلمين وبعضهم البعض، بين الطلبه وبعضهم البعض. فاعله في ضوء رؤيتها ورسالتها الواضحه. ايوه، يبقى بيئة آمنة، مناخ اجتماعي إيجابي مهم. أيضا مهم قوي إن إحنا نقول أن المدرسة الفعالة فيها قيادة تربوية فعالة. طبعا موضوع القيادة التربوية الفعالة يحتاج إلى حلقات بجد يعني، يعني لما نيجي ناخد القيادة الفعالة، ها؟ لما نيجي ناخد القيادة الفعالة القيادة التربوية يعني، هنتكلم كتير قوي في الأمر ده. ليه بقى يا منا؟ عشان يا ممدوح هنقول الفرق بين القائد والمدير. هل كل قائد مدير أم أن كل مدير قائد؟ أيوه، كل مدير ليس بالضرورة أن يكون قائد، ولكن كل قائد بالضرورة هو مدير. ايوه، والمدير له صفات والقائد له صفات، ولازم نتكلم عنها، وبعدين نتكلم عن سماته الشخصيه، هو مين؟ ده
علاقته مع نفسه ومع زمايله ومع الطلبة ومع الآخرين. إيه خصائص هذه القيادة؟ إنها مرنة، إنها رحيمة، إنها ودودة، متعاونة، لا تعاقب دون أن تعزز، وإنما يسبق التعزيز العقاب، ثم تمهل ولا تهمل مرة واثنين وثلاثة، وتعلم وتشارك وتبتسم وتأمل خير وتحسن من أدائها وتقرأ وتلتقي وتشاور تستشير، ولا تعاقب العقاب المزعج. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صح يا ممدوح؟ صح يا ندى؟ اعف عنهم، استغفر لهم، وشاورهم في الامر، يبادر اشنام على ودانه والضحك عليه والناس تمشيه زي العيل الصغير، ياخده من ايده ووديه حته ويرجعه. لا، ده هو ديمقراطي، يلم الناس ويستشيرهم، ثم ايضا يسمح بمساحة من الحرية الناس تقول اراءها، ولكنه في النهاية هو الذي يأخذ القرار حسب الموقف. طيب، دراسة الفعالة احبائي من خصائصها وضوح المهام المكلف بها العاملوه. ينفعش يقول له ايه انت شغلتك ايه، يقول له معرفش حين ميسرة. ها؟ انت بتعمل ايه في المدرسة؟ انا المدير قال لي اقعد هنا اهو لحد ما نبقى نشوف لك شغل. انت بتعمل ايه في المدرسة؟ والله انا قال لي البس النظارة دي كده واقعد ايه، شوف مين اللي طالع ومين اللي نازل وبلغني. انت شغال ايه هنا؟ يقول له انا مدرس حصة وقاعد هنا مستني، اذا كان في حصص فاضية ادوهاني، مفيش يبقى خلاص. طب انت بتعمل ايه؟ والله انا ناظر، احيانا المدير يقول لي اعمل كذا واحيانا ما اعرفش انا ايه المطلوب مني. ما ينفعش. وضوح الهدف والعمل ده مهم جدا عشان يبقى فيه منتج. ايضا عشان يبقى فيه معلم متميز داخل هذه المدرسة الفعالة، لازم يبقى فيه سلوكيات ايجابية للمدرسين، علاقة ايجابية بين الاستاذ وبين زميله، علاقة إيجابية بين المعلمين وبعضهم البعض، بيتدربوا، بيشاركوا، بيبادروا، يتواصلوا مع أولياء الأمور، يتواصلوا مع طلابهم، محبين لسلوكيات الطلاب اللي معاهم، بيدفعوها نحو الإيجابية. مش مدرس بيدور يقبض من الطالب إيه آخر الشهر، أو يدور يمد إيده في جيب الطالب إزاي والطفل، ويدور إنه إذا الولد ما استجابش له يسقطه، أو إنه يبدأ يذله وما يسألش عنه وما يهتمش بيه في الفصل، ويبدأ يشرح مسائل وحاجات ويعلم اللي بياخده عنده دارس، واللي ما بياخدوش بحجة كثافة العدد يقول لك وأنا مالي أنا مش فاضلهم. دي قلة ذمة وخراب ذمم وغياب للضمير. ولهذا كلمة سلوكيات إيجابية للمدرسين معناها النظرة، الإيماءة، التصرف، السلوك، الفعل، عدم التحيز، العدل. احنا لسه قايلينه الوقت حالا يا بسمة في تعريف المدرسة الفعالة، توفر مساحة من العدل في المعاملات والتميز للجميع. ايوه، فالحديث يطول حول هذا الامر، عشان انا مبسوط منكم جدا ومبسوط من مشاركاتكم وتفاعلكم. اديكم النجمة دي. ايوه، مدرسة الفعالة احبائي الكرام من خصائصها، سجلوا الخصائص دي، سجلوها، امسكوا القلم كده وسجلوا، عشان اما اسأل في الاخر ايه بقى الخصائص اللي كل واحد يقول له اثنين من اللي انا قلتهم دول. نظم تقويم واضح. يقول لك ايه؟ اصل احنا بنعمل نظام الامتحانات، كل مدرسه تعمل امتحانات لوحدها وامتحانات التحريريه في دول الخليج، السعوديه او غيرها، وكل مدرسه تعمل امتحانات ثانوي لوحدها وفي اخر السنه كل طالب. طيب في مدرسه متساهله عشان هي مدارس خاصه، الواد خد هنا 100 من 100 لان المدرسين بتوعه متساهلين. المدرسه اللي جنبهم بالضبط الواد جاب 95 من 100، بس الولد اللي ابو 95 افضل من الولد ابو 100%. ليه؟ لان ابو 95
لما راح دخل امتحان القدرات جاب 100%، والتاني ابو 100% اللي جملوه في المدرسة جاب 70 أو 75%، لأن امتحان القدرات امتحان موحد على مستوى المملكة، بينما امتحانات التحريرية امتحانات كل مدرسة بتحط امتحان. فهنا في خلل ولا مفيش خلل؟ في خلل ولا لا يا بسمة؟ في خلل. وبالتالي لما أقول نظم تقويم واضحة، اللي هو في ضوء مثلا المعمول به نظام القدرات، اختبارات متكافئة، يخش الطلبة يمتحنوا تكنولوجي عن طريق الكمبيوتر، الامتحان المحوسب، أو يمتحنوا امتحان مكتوب، والآخر حسب قدرات كل واحد وحسب مين اللي ذاكر كويس ومين اللي ربنا وفقه بيجيب الدرجات، ولهذا بيعولوا دائما على نتيجتهم في اختبار القدرات أكثر من النتائج التحريرية اللي هي طول السنة اللي فيها مجاملات يا بسمة من المعلمين أو من الإدارة تجاه الطلاب، وبالذات الطلاب اللي هم من أهل البلد أحيانا، أحيانا على حساب الطلاب اللي هم الوافدين أحيانا أيضا وليس تعميما. هذا نموذج. وفي مصر نفس الحكاية، نظام تقويم واضح، تلاقي محافظات في التعليم العام سنوات النقل بتجيب امتحانات سهلة، محافظات بتجيب امتحانات صعبة، بالذات في الإعدادي في الابتدائي اللي هي في سادس ابتدائي أو في ثالثة إعدادي، بينما في الثانوية العامة على مستوى الدولة. نريد نظم تقويم واضحة في المدرسة الفعالة، تقويم الطلاب واضح، تقويم المعلمين واضح، تقويم الإدارة واضح، تقويم المؤسسة التعليمية واضح، التقويم بالنسبة للطالب اختبارات جزء منها تحريري جزء منها شفهي جزء منها يرتبط بالنشاط ومشاركة الأولاد في النشاط. ولهذا عندما نقول نظم تقويم واضحة فعلى طول منه تفهم كلامي أن نظام التقويم هنا في المدرسة ليس تقويم الطالب فقط، وإنما تقويم المعلم وتقويم الإدارة وتقويم المبنى وتقويم الامتحانات التي تقدم للطالب. وإذا وقفنا أمام الامتحانات اللي بتقدم للطالب يبقى فيها صدق وثبات وموضوعية ووضوح ومرونة، وامتحانات تقيس ما وضع لقياسه وما تم تدريسه بالفعل إلى آخره من هذه الأمور. كده ولا إيه؟ فنظم التقويم الواضحة تحتاج منا إلى محاضرات كثيرة، ولكن أتكلم بشكل عام إن إحنا محتاجين نظم تقويم واضح. ولهذا تلاقي في المحافظات ولاد متميزين جدا وجايبين 100%، محافظات تانية جايبين 85%، الواد أبو 85 ده أحسن 1000 مرة من أبو 100%، لأن ده كان ظروف امتحانه غير ده. الأمر الثاني نظم تقويم، هل أنت بتقوم تقويم دوري كل شهر بتعمل امتحان وياخد درجة وتتقسم وفي الآخر تتجمع الدرجات من المجموع العام وياخد نسبة، ولا أنت بتعمل فاينل إكزام وخلاص امتحان نهائي، ويوم الامتحان بقى واحد جاله مغص، واحد عي، واحد يتعرض لحادث، واحد حصل له كده، اللي جاب الدرجة أهلا وسهلا، واللي سبق كان النبأ، واللي تعرض لظروف شخصية أو ما شابه ذلك حظه وحش ما جابش درجة. هنا مفيش عدالة. التقويم الشامل يعني أن تقوم الولد معرفيا ومهريا ووجدانيا. عندنا الجانب الوجداني لا يقاس وليس عليه درجة، لهذا ما يلزموش أنه يتفاعل أو يهتم. طب المهاري أيضا ما يلزموش، إنما هو عايز المعرفي اللي حفظه. وبالتالي ما بيطلعش عندك مهندسين أكفاء، ما تكلمش عندك مشاريع لعلماء هيبقوا متميزين على المستوى التقني وعلى المستوى الأدائي، ما بيجيش عندك رياضيين ناس تطلع في ألعاب القوى وتطلع في الألعاب الأولمبية، لأن هذا الجانب ما عليهوش درجات. كده ولا إيه؟ فعلاقة وطيدة بين المدرسة بقى وأسرة الطالب ده أمر مهم جدا. من المدرسة الفعالة أيضا، مش المدرسة اللي بتطلع عيال يا جماعة معهم شهادة بس، هي مدرسة تبني علاقة إيجابية بين الأسرة وبين الطالب. شفت مدارس دولية المدرسين بيروحوا يزوروا الطلاب في البيوت، شفت مدارس الطلبة بتروح هي والمدرسين بيعملوا معسكر جوه المدرسة وبيبيتوا جوه المدرسة أيام، وفي المناسبات العامة والخاصة المدرسين بيزوروا الأسرة. شفتوا بقى إزاي؟ ولهذا يتم يبقى في توطيد للعلاقات. تقوم المدرسة لما تحتاج مساعدات الناس تساعد ولا لا؟
انما مدرسه اساتذه بتسرق الطلب، اساتذه بتفتري على الطلب، اساتذه حريصه على الدروس الخصوصيه فقط، تنتظر منهم ايه دول؟ الاسره تحب المعلم ده ولا تلقيه في مزبله التاريخ؟ ما ينفعش. طيب، فاذا العلاقه بين المدرسه والاسره علاقه مهمه جدا، اذا صلحت صلح البيت الثاني. فهو هنا وهو يتحدث عن هذا الامر بيقول خلي بالك العلاقه بين البيت والمدرسه بتبدا من الحضانه وتستمر مع الولد في الابتدائي والاعدادي والثانوي ولحد ما يروح الجامعه. ومن شاب على شيء شاب عليه. ايوه، ما يجي يقول له احنا طالعين رحله علميه، البيت هيبادر واولياء الامور هيطلعوا. انما ما يمنع ده ويحجب ده ويمنع الناس من الدخول ويغلق اسوار المدرسه على الابناء فقط ولا يسمح للمشاركه المجتمعيه، اذا هناك قصور في مفهوم المدرسه الفعاله. المدرسه الفعاله احبائي هي التي تسمح بالمشاركه المجتمعيه، هي التي تسمح بالعلاقه بين البيت والاسره والطالب، المدرسه والطالب، هي التي تسمح بالتعلم الذاتي، هي التي تسمح بالاداره المنفتحه التي تسعد بالاخرين. ايضا ونحن في زمن التكنولوجيا ونحن في غرف التعليم الالكتروني وفي التعليم عن بعد، وانا معكم اونلاين، وكان وارد جدا ان احنا نطلع شهاده من الاكاديميه لكل من حضر معنا هذه السلسله التي ربما تصل الى اكثر من 50 حلقه، ولكن نقول من انتظم معنا في نحو التميز المعلم ممكن ياخد شهاده كانها دبلوم مهني، كانها شهاده مهنيه في تخصص معين، ونطلع الشهاده بالمعتمده من مركز تطوير التعليم الجامعي مثلا بجامعه عين شمس بالتعاون، بس الناس تراجع الحلقات وتذاكر الحلقات اللي موجوده في هذه السلسله، ويتعمل امتحان واختبار يخش ويجتازوه، وفي ضوء اجتيازه يمنح شهاده. ما المانع في هذا؟ شهاده في المهنيه في المعلم المتميز او نحو التميز للمعلم، او التميز في الاداء، او التميز التربوي لدى المعلم، ونسميها زي ما نسميها، والحلقات تبقى موجوده اونلاين والناس تذاكر الحلقات وترجع ليها وتمتحن، يتعمل امتحان حول هذه السلسله التي امتدت لمئات الساعات، يعني عشرات الساعات حتى الان، يبقى شيء راقي. ما المانع؟ انا بس اتكلم على دور التكنولوجيا. يعني المدرسه الفعاله فيها نظم تكنولوجيه متنوعه، فيها كل شيء بيدار بالتكنولوجيا الان ومتوفر. الحاجات التلفزيونيه، شاشات العرض، الحصص، النداء الآلي، الميديا التي تقدم وتقدم، التسجيل الإلكتروني، النتائج الامتحانات الإلكترونية، الاختبارات الإلكترونية إلى آخره، نظم تكنولوجية متنوعة، كل ده في خصائص المدرسة الفعالة. طيب، إيه بقى يا بسمة انت ومنا وممدوح وحاتم وندى، وبقيه الفريق الجميل اللي معانا، ما مكونات هذه المدرسه الفعاله؟ تكون من مين بقى؟ تكون من مين؟ يلا بسرعه، ما مكونات المدرسه الفعاله؟ تكون من مين؟ يلا، مدرسه بلا اهداف ما ينفعش، مش كده ولا ايه؟ تعال، مدرسة تعالى بلا أهداف ما ينفعش، يبقى لها هدف، مش كده يا حاتم؟ لا أهداف، أنت هدفك إيه من المدرسة دي؟ عايز إيه؟ يبقى إذا هناك لها أهداف. طيب، النشاط الإداري صاحب الإرادة القوية، أشكرك، الإدارة المدرسية، شكرا أستاذ حاتم. يبقى أهداف ثم إدارة، مدرسون وأفراد عاملون، طلاب. المنظومة صعبة عليكم ولا ايه؟ سهلة،
يبقى بلا هدف لا حديث عن مدرسة فعالة، بلا إدارة لا حديث عن مدرسة فعالة، بلا مدرسون وأفراد عاملون إدارة يعني وعمال ما ينفعش، بلا طلاب ولا له لازمة الكلام ده كله، صح ولا لأ؟ صعب عليكم؟ صعب على الناس اللي مش مهتمة بالشأن التعليمي وموجودة معانا؟ ها؟ سهل. طيب أهداف إدارة مدرس وعام وعمال طلاب. طيب مدرسة بالله عليكم ماشي يا نادر، التمويل والإدارة المالية، التمويل والإدارة المالية، مدرسة بلا تمويل وبلا إدارة مالية ينفع تمشي؟ ما ينفعش. طيب مدرسة بلا برامج أكاديمية ينفع؟ ما ينفعش. طب مدرسة بلا نظام تقويم واضح ينفع؟ ما ينفعش. مشاركة الآباء مهم، هذه المنظومة اللي فيها أيضا المشاركة المجتمعية، إن المجتمع يشارك، كل الكلام ده ظهر كويس قوي وأنا بحكي معاكم في مفهوم المدرسة الفعالة، صح؟ ثم الخدمات التربوية التي تقدم، ثم المناخ، المناخ هنا مش الطقس، مش الحر يا حاتم اللي الناس فيه الوقت، حر ورطوبة زي ده دي، لا، المناخ هنا المقصود به المناخ التعليمي، المناخ التربوي، العلاقات ما بين الإدارة وبين المعلمين، وبين المعلمين والطلاب، وبين الطلاب وبين الأساتذة والإدارة، وبين أولياء الأمور وبين المدرسة، مش كده ولا إيه؟ المناخ هنا لا يقصد به الطقس، وإنما المناخ العام النفسي والتربوي والتفاعلي. ثم المبنى المدرسي، المبنى المدرسي بقى ده اللي فيه إيه؟ مدرسة فيها حمامات أدمية يعني للمعلمين وللإدارة وللعيال للطلبة، مش الطفل يروح يدور على حمام ما يلاقيش، أو يلاقيه مشغول وسيء وعفن، ما ينفعش. لازم يحترموا أستاذ معين في المدرسة ومش لاقي له مقعد يقعد عليه اللي بقيمة، ما ينفعش. ها؟ فصول غير مجهزة ما ينفعش. مدرسة بلا أسوار برضه ما ينفعش. لا أقصد السور هنا المادي، وإنما السور الأمني الذي يؤمن الناس ويأمن الطلاب على أنفسهم ويخليهم آمنين مطمئنين. مشاركة مجتمعية، خدمات تربوية، مناخ، مبنى مدرسي. هنيجي بقى نقف عند مجالات ومعايير المدرسة الفعالة عشان نسأل نفسنا بعد هذه الجولة، هذه السياحة في 12 شريحة، 12 شريحة بنختمها بمكونات المدرسة الفعالة، أهداف إدارة مدرسين عمال طلاب، تمويل، برامج، تقويم، مشاركة آباء، مشاركة مجتمعية، خدمات تربوية، مناخ، مبنى مدرسي، صح ولا لا؟ مش كده؟ وبدأناها بإيه؟ بدأناها بتعريف المدرسة اللي هو قادرة على تحقيق الرؤية المستقبلية في ضوء معايير الجودة، تعلم الطلاب المهارات والمعارف الأساسية، تكسبهم الاتجاهات المتعلقة بالمواطنة، وتتعامل دون تمييز، وتكفل لهم فرص تعليمية واحدة، وتنطلق من أنهم يمكن أن يتعلموا كل ما يقدم لهم الوصول إلى الإتقان يعني والتميز، تكفل للعاملين المشاركة والعمل الفريقي والتعاون المثمر، وتكفل مشاركة فرص المشاركة المجتمعية الفعالة، وتهدف في كل أنشطتها إلى مبدأ التعلم للتميز والتميز للجميع. ثم تناولنا خصائص هذه المدرسة بأنها بيئة آمنة، مناخ اجتماعي وجيد، فاعلة في رؤيتها، قيادة تربوية فعالة، وضوح المهام المكلف بها، سلوكيات إيجابية للمدرسين، نظم تكنولوجية متنوعة. ثم ختمنا بمكونات المدرسة، أهداف إدارة مدرسين، تمويل، برامج، تقويم، مشاركة مجتمعية، خدمات تربوية، مناخ، مبنى مدرسي.
ملخص اللي انا رجعت وتعمدت اقوله ده مره تانيه عشان ننسى الحر اللي حوالينا ونقول الله اعلى واعظم والعزه والدوام لله. العشاء بتاذن الان وامامنا حل من اثنين، اما ان احنا ناخد المجال الاول لما يقول مجال المدرسه ومعايير المدرسه، عندنا الرؤية والرسالة الفيجن والميشن اللي هما بيسموها يعني، ثم المناخ الاجتماعي، ثم التنمية المهنية، ثم مجتمع التعليم والتعلم، ثم توكيد الجودة والمساءلة. خمس مجالات. تحت كل مجال معايير ستاندرد، تحت كل معيار مؤشرات اللي هي بيسموها الانديكيتورز كده في مدرسة المعايير. الرؤية والرسالة، اي مدرسة بلا رؤية وبلا رسالة واضحة ومعلومة ومعلقة اعرف انها بلا هوية. مش لازم تتعلق، والله ممكن، بس المهم الناس اللي جوه المدرسة يبقوا عارفين يعني ايه رؤيتهم، يعني ايه رسالتهم، هم عايزين يعملوا ايه، ايه الحلم اللي عايزين يحققوه من ورا هذه المدرسة. يلموا فلوس بس من العيال ويدوا شهادات، ولا يربوا اجيال ويطلعوا ناس مبدعه وناس متربيه ومتمسكه بقيمها وخلقها ودينها وتعتز بوطنها وتنتمي لبلدها وتدافع عن هذا الوطن اذا ما المت به لائمه، وتتحد وتتعاون وتعتصم بحبل الله. هي دي دور المدرسه، تطلع ناس منتميه ومحبه، مش ناس قاعده تشتم في بعض وناس عماله فقدت انتمائها للوطن، لا. فالمجال الأول الرؤية والرسالة. الثاني المناخ الاجتماعي. ثالث التنمية المهنية، يعني ناس بتتعلم وتتربى وتذاكر. رابع مجتمع التعليم والتعلم، ناس المدرسين بيشرحوا، طلبة بتفهم، طلبة بتسأل، المعلم يجيب، طلبة بتسأل بعض، طلبة بتعمل مشاريع، طلبة بتروح رحلات وبتكتب تقارير عن هذه الرحلات وبتاخد درجات. ثم توكيد الجودة والمساءلة، إذا جت اللجنة تقيم المدرسة تقول والله أنتوا كويسين في المبنى في كذا، كويسين في الإدارة في كذا، كويسين بين المعلمين في كذا. في نفس الوقت يبقى عرفنا رسالة مهمة جدا النهاردة في نحو التميز المعلم حول المدرسة الفعالة. هذه المدرسة بمفهومها، بخصائصها، بمكوناتها. وجينا عند المكون الأول أو المجالات، المجال الأول الرؤية والرسالة للمدرسة. ماذا نعني بالرؤية؟ ها؟ هو بيقول هنا عندنا وثيقة واضحة وصادقة تعبر عن رؤية ورسالة المدرسة، ده المعيار الأولاني. قدرة المدرسة على تحقيق متطلبات الكفاءة الداخلية في رؤيتها ورسالتها. طيب، أنا لو وقفت عند الرؤية هنا والرسالة. الرؤية هي الحلم الذي نريد أن نحققه. عايزين المدرسة دي تبقى مع في القرن ده من أفضل المدارس على المستوى العالمي. طيب الرسالة، عشان تعمل ده وتبقى من أفضل المدارس في مجال كذا، لازم توفر لها إمكانات، ولازم توفر لها معلمين، ولازم توفر لها برامج أكاديمية، ولازم تعمل كذا. يبقى إذن الرسالة المكونات التي يتم تواجدها لكي نحقق من خلالها الرؤية. يبقى الرؤية هي الحلم، إنما الرسالة مجموع الأدوار التي تؤدى داخل المدرسة والتي تؤدي إلى تحقيق الإيه؟ الرؤية. ماشي الحل؟ واضح يا ممدوح؟ يبقى مين فيهم بيسبق الثاني؟ الرؤية ولا الرسالة؟ السؤال ليكوا بقى اهو عشان اشوف الحر غالبكوا ولا غالبنا انا. مين الاول وبعدين مين اللي يجي بعديه؟ ايوه، الهدف بعيد المدى، الغايه، الحلم، الرؤيه. روني ممتاز، يا سلام، ساكت ساكت وبعدين، او ساكته وبعدين بتكلمي. الرؤيه الاول وبعدين الرساله. قدرة المدرسة على تحقيق متطلبات الكفاءة جوه ورؤيتها ورسالتها. ده المجال الأولاني. المجال الثاني المناخ الاجتماعي اللي أنا اتكلمت عليه ده، التنمية الخلقية
لدعم وبناء معتقدات وقيم إيجابية. ما ينفعش أطلع جيل سلفان، ما ينفعش أطلع بلطجية، ما ينفعش أطلع عيال في التعليم الفني يكفروا بالوطن وبالأمة وبالانتماء وبالدين، ويبقوا يعني عناصر غير فاعلة وغير منتجة. الأنشطة المدرسية يجب أن تكون داعمة للسلوك الإيجابي وليس السلوك السلبي، كل ده في البيئة الاجتماعية، في المناخ الاجتماعي. تنظيم المدارس الداعم لتحقيق الجودة ده مهم جدا، دعم تربوي يتيح فرص التعلم ويحقق التميز. ها؟ التعاون بين الأسرة والمدرسة والقيم طبعا مهمة يا حاتم. قيادة مدرسية فعالة، عشان كده بقول لكم انا نفسي بعض اخواننا، او خلونا انا اشوفها لكم هنا اهو، اجيبها لكم يعني ونحط لكم الرابط. مدرسة في اليابان، شفت بقى ازاي؟ هذا رابط اهو، ابقوا شوفوه بعدين. ها؟ وده رابط ثاني، ابقوا شوفوه برضه بعدين. انا دوري الان ان انا نربط اللي بنقوله ده بواقع. وبعدين ادي ايضا، وده نموذج ما سميناه في كيف تكون معلم متميز في داخل المدرسة الفعالة. او اللي هو بسميه تعليم نماذج للتطوير، او التعليم بين الواقع والطموح. يعني دي حلقاتي انا، شوفوها الرابط ده هيوديك على عشرات أو كذا حلقة. يعني انا حريص انه يبقى ده مهم موجود عندنا يعني في الحلقة ومشار إليه، مش كده ولا إيه؟ هنا نفس الحكاية، نماذج للتطوير. أتمنى إن إحنا نحاول إن إحنا نبص على هذه الحلقات. وهنا دي حلقة مهمة جدا، التعليم والهوية وواجب الشعب تجاه التعليم، واجب المشاركة المجتمعية، وواجب الشعب يعني. ايه رأيكم؟ لا انا هنهي ان شاء الله، هنهي ونصلي يعني، لانه انا نفسي خلاص يعني اجهدت. يعني الموضوع أصله طويل، بيحتاج لأيام الحديث عن المدرسة الفعالة، فلن ننجزه في حلقة واحدة. وأتمنى من الإخوة أن يسموا الحلقة المدرسة الفعالة واحد. ماشي الحال؟ نسميها كده، نحو التميز للمعلم، نحو التميز بين قوسين كده، المدرسة الفعالة واحد. دي عنوان الحلقة النهاردة، اتفقنا؟ مين معايا في الدعم؟ ندى وروني. اللي هيشتغل ادا اسم الحلقة. بارك الله فيك. يبقى في المناخ الاجتماعي المدرسة، تنمية خلقية، أنشطة مدرسية، تنظيم مدرسي، مناخ تربوي داعم، تعاون أسري مع المدرسة، قيادة مدرسية فاعلة. وعشان يحقق هذا الكلام، راجعوا الملفات اللي أنا بعتها لكم بشكل أو بآخر. طيب سؤالي بقى قبل ما نقوم للصلاة، استفدنا إيه النهاردة؟ ما الدروس التي استفدناها اليوم من هذا اللقاء السريع جدا؟ يا منا يا حاتم يا أحمد. منا: التنمية الأخلاقية والرقي بالمجتمع والنمو والترقي في المهارات. بارك الله فيك يا منا، ممتاز. ها ممدوح، استفدت إيه؟
واقفين عند الشريحة رقم 14. بارك الله فيكم. استفدنا ايه النهارده؟ ملخص سريع يعني. المدرسة ليست للتعليم فقط ولكن أيضا لتحقيق الترابط الأسري. جميل. العلاقة بين الأسرة وبين المدرسة. جميل. خدنا تعريف المدرسة الفعالة، خصائص المدرسة الفعالة، مكونات المدرسة الفعالة، ثم مجال المدرسة الفعالة في الرؤية ورسالة، ثم في المناخ الاجتماعي للمدرسة. يجب وضع رؤية وهدف واضح للمدرسة لكي تكون فعالة. رائع، ممتاز، أشكركم شكرا جزيلا. عايزكم تراجعوا الملفات الفيديو أو بعض هذه الملفات تسمعوا ليها. خلاص اتفقنا؟ مدرسة تنمي الفرد مو بس تنمي بالتعليم في أمور الحياة عامة. شكرا يا بسمة. طيب ملخص جميل جدا، أشكركم شكرا جزيلا عليه. بارك الله فيكم أحبائي الكرام. سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يمن علينا بمن يمتلك مهارات الإرادة ويمتلك مهارات الإدارة ليحقق مدرسة حقيقية، لنخرج معتمدين على أنفسنا، متميزين في التعليم. من غاب عنه التعليم غابت عنه الحضارة، ولا يجوز أن نتحدث عن أي شكل من أشكال التقدم ولا النهوض في غياب المدرسة عن أداء أدوارها. لا يجوز على المستوى السياسي أن نصدر عناوين غير واضحة في غياب المدرسة. لا يجوز على المستوى الاقتصادي ولا الاجتماعي أن نتحدث عن أي شيء في غياب تمويل التعليم. لا يجوز أن نتحدث عن معلم هادف وفاعل دون أن نهتم بتربية هذا المعلم وبإخراجه إلى الحياة نموذجا لا يمد يده وإنما يمد فكره وعقله ليتعلم وتغنيه الدولة ويغنيه المجتمع عن السؤال. هذا ما أردت أن أقوله اليوم أحبائي الكرام. قضى الله منا ومنكم صالح الأعمال. نلتقي على خير نحو التميز للمعلم. أكاديمية ملتقى الدارين، معهد الدارين للتنمية البشرية. شرفت وسعدت بكم. في أمان الله. نلتقي على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.